الدورة داز في ظروف جد إيجابية. كانت سويتس بالإجماع على الميزانية وكذلك على الفائض اللي برمجناه بالنسبة لسنة 2024، اللي المجمل ديال الفائض اللي كيفوت 4 مليون ديال الدرهم، المجمل ديالو مشى في القطاع ديال الصيانة ديال الاعتيادية ديال الطرقات وكذلك الإنارة العمومية وبعض المسائل اللي كتخص الجمعيات الرياضية والثقافية، أي المسائل الاجتماعية. الدورة دازت الحمد لله في ظروف جد، كان نقاش جد إيجابي مع الإخوان المستشارين، والكل عرب على زعما كي كيقولوا الكل كان كيصب في إن شاء الله باش تكون واحد الانطلاقة جديدة للأشغال والعمل في المقاطعة ديالنا. اللي بدورنا كنشكروا السلطات المحلية اللي الوقفة اللي كتوقف معنا وكنلقاهم دائما في الجنب ديالنا. وبهذه المناسبة النيت اللي كان ديال هذه الدورة، احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم اللي كنتمنى ان شاء الله يدخل علينا وبالصحة والسلامة ويخلي لنا سيدنا فهد ويمتعوا بالصحة والعافية ويقولوا له رمضان مبارك سعيد وبالصحة وجميع المتمنيات، ويخليه ربي دائما بصحة جيدة وتاج فوق راسنا، وكذلك الأسرة العلوية الشريفة. وكنشكركم على الاستضافة ديالكم ونتمنى ان شاء الله هاد العواشر مبروكة لجميع المغاربة.